استغلال أن يكون استغلال السودان ملوناً. نريد استغلال السودان أن يؤدي إلى استقرار الجنوب، وإن لم يستقر الجنوب لن يستقر السودان. ده كان في 55. ستغلين وونر نائب دائرة توريد قال إنه إذا أراد الجنوبيين لا يريدون الانفصال، وإذا أراد الانفصال لا توجد قوة تمنعهم من ذلك. إن الجنوب سيخرج مثل ما خرجت الهند من باكستان، ولذلك نحن نريد أن يتم التصديق على الفيدرالية. لم يعطى النواب الجنوبيين الفيدرالية، قد تكون لهم طعم في إعلان الاستقلال إنه الفيدرالية it is going to be given due consideration، حينظر لهذا المطلب بعين الاعتبار. طبعا طلعت المظاهرات no federation for one nation، وبعد ذلك حدث ما حدث، كانت تنبؤات بنجامين لوكي ستغلين وهوري ونائب دائرة واو فرانك ويلجرم والآخرين تنبؤات في مكانها. ولذلك هذه القضايا التي طرحها علي عبد اللطيف في سنة 20 في جمعية الاتحاد السوداني، ثم طرحت في جمعية اللواء الأبيض، وعازة زوجة علي عبد اللطيف قالت إنه حينما تم الاختراع في جمعية الاتحاد السوداني هي كانت بتأمن لهم الاجتماعات لأنه كان ضباط في قوة الدفاع السوداني. هي كانت الكرسي برا علي عبد اللطيف في الاجتماع. علي عبد اللطيف سأل 3 مرات لما قالوا إنه علي عبد اللطيف يكون رئيس جمعية اللواء الأبيض، سألوا 3 مرات إنه هل اخترتوني عشان أكون الرئيس للجمعية؟ وهذا السؤال نفسه يطرح مرارات تاريخ السودان. كيف نحن السودانيين نظرنا بغصوة لأنفسنا ولألواننا لأديانا، لكن حركة اللواء الأبيض كانت حركة فيها بذور كبيرة لتوحيد السودان. شاركوا فيها ناس ترجع أصول للجنوب إلى جبال النوبة إلى مناطق أخرى. وذات مرة كنت موجود في المكتب في الخرطوم في العمارات، قامت جات سيدة في الندوات، أنا عندي حب لناس ثورة 24، في ناس بيختلفوا في المسألة دي، فجاء السيدة قامت قالت لي يا أخي أنت قاعد تذكر أبوي كثير، وأنا جيت عشان أتعرف بيك وكده، فسألتها قامت قالت لي إنه أنا اسمي خديجة، أبوي ولدني وحيدة، أبوي اسمه جار النبي، جار النبي أبوه ولده وحيد، ما في شخص غيره، جار النبي أبوه عبد الفضيل الماص، لما عبد الفضيل الماص استشهد في مستشفى النهر مستشفى العيون، أخذ جار النبي إلى تلودي في جبال النوبة، تربى هناك. عبد الفضيل الماص أبوه ولده الماص ولده وحيد، والماص كان شغال عسكري في تركيا السابقة، والماص نفسه كان وحيد. الماص كان وحيد، هذه الحياة عند أحكامها. الماص كان وحيد وجاب عبد الفضيل، وعبد الفضيل كان وحيد وجاب جار النبي، وجار النبي كان وحيد وجاب خديجة، وهي مشت جابت ناس كثيرين، ونحن احتفلنا بها في ذكرى رحيل الدكتور جون كرن، لأن هي مرة مسكينة ما عندها أي حاجة، ولم تعتبر من الأسرة الكبيرة، مع أنها هي أسرة كبيرة جدا، أسرة هي جدة عبد الفضيل الماص، من الأشخاص القلائل اللي دفعوا ثمن كبير، لكن لتحيزات العرقية في المجتمع السوداني لا ينظر إلى هذه السيدة. لذلك هذه الصورة تحتاج إلى تصحيح في المجتمع السوداني. وانتم ناس قعدتوا في إنجلترا وقعدتوا في برا السودان، الآن ببساطة إذا جاء أي شخص أو أي واحد من الإنجليز حتى الرجل الواقف درب سألناه
إنه الجماعة دي كلهم ألوان شنو كلنا حيطلع لنا لون واحد رغم الدرجات الكثيرة دي. فنحن تعاملنا مع بلادنا بقصوى، تعاملنا مع مجتمعنا بقصوى، وقسمنا نفسنا وأهلنا نفسنا دون أي سبب. ودي مجموعة صغيرة هي اللي حكمت السودان. ولكن الشعب السوداني وبالذات اللي عند البدور حديث، الشعب السوداني المجتمع السوداني كمجتمع عنده إجابة أخرى. أنا ذهبت في أكثر من 130 ندوة أو أكثر من 140 ندوة في شمال السودان وفي جنوب السودان، ووجدت أن الجنوبيين في أثناء الحرب موجودين في كل أنحاء السودان. في حلفة القديمة مشينا بالقطر عملنا ندوة، وجدنا النساء الجنوبيات ونساء جبال النوبة بنوا مكتب للحركة الشعبية في حي الموردة على نفقتهم الخاصة. الجنوبيين موجودين في كل شمال السودان، في دارفور وفي شرق السودان وفي الشمال وفي الوسط وفي أثناء الحرب.